السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله نشوفوا ليبيزود نيمورو 4 بالنسبه للوديت جينيرال. واليوم ان شاء الله نشوفوا تيبولوجي ديال الاوديت، يعني الانواع ولا الكلاسيفيكاسيون ديال الاوديت اللي كاينين. غنبداو باول حاجه اللي هي اوديت كونتراكتويل اي لوديت ليغال. الاوديت كونتراكتويل جينا من كونترا، يعني الكونترا ما بين واحد جوج ديال الاطراف، الطرف الاول والطرف الثاني. الاوديت ليغال بين من ليغال انها امبوزابل بار للوا. نبداو بلوديت كونتراكتويل، هي لو كونترا انت واحد الكابيني دوديت وواحد الكليان، واحد لانتربريز اللي هي كليون، يعني واحد الشركه كتبغي دير لوديت، سواء لوديت كونطابل سواء لوديت ماركتين، كتبغي دير واحد لوديت لواحد واحد السيرفيس من لي سيرفيس ديالها. كتمشي لعند واحد الكابيني دوديت وكدير معاهم كونترا، والكابيني ديال لوديت كتكلف وكدير لهم لوديت. سامارش. بالنسبه لوديت ليغال هي امبوزي بار لا لوا، يعني كاين انواع ديال لي سوسيتي ضروري انها دير لوديتور، بحال مثلا لا سوسيتي انونيم خاصها ضروري يكون عندها واحد لو كوميسيون او كونت اللي هو واحد اوديتور، وكيتسمى في هذه الحاله كوميسيون او كونت حيت هو لوديت ليغال. سامارش. امبوزابل بار لا لوا. بالنسبه للنوع الثاني هي لوديت انترن و لوديت اكسترن. اللي كنهضر على لوديت انترن يعني واحد لو بيرسون كاين وسط الشركه هو اللي كيدير لوديت، واحد لاكتيفيتي انديبوندونت اي اوبجيكتيف كي دوني ان اورغانيزاسيون اون اسورونس سور لا ديغري دو ميتريز دي سي زوبيراسيون. هادشي هذاك التعريف اللي عرفنا على لوديت. اي وي امبورت سي كونساي، يعني شنو كتعطي؟ يعني كتعطي نصائح بور لاميليوراسيون، يعني كنديرو لوديت لواحد الحاجه كنشوفو واش هي الحاجه اللي صحيحه، اشنا هي الحاجه اللي غلطه، الحوايج اللي غالطين كنحاولو نعطيو دي كونساي نصائح باش نصلحو هاد الحوايج. شكون اللي كيدير لوديت انتر؟ هو واحد البيرسون اللي خدام موست الشركه وخدام فيها فونكسيون، الفونكسيون ديالو هو كيدير لوديت. بالنسبه لوديت اكسترن هو واحد كيجي واحد على برا، يعني اكستيريور ديال لانتربريز هو اللي كيدير لها لوديت. سي لو في دو سوميتر لي كونط دو لا فيريفيكاسيون ديكسبير اترونجي ا لانتربريز. مثلا اللي كنا كنهضروا على لوديت كونطابلي فيلونسي، كناخذوا لو كونطابيليتي ديال الشركه وكندوها على برا، يعني واحد ما خدامش معنا واحد الكابين كنعطيوهم لي دي كومون هما اللي كيديروا لوديت. يعني هنا واحد لاكتيفيتي اكزيرسي بار اون بيرسون اترونجي، يعني الفرق ما بين الاوديت ان ديال لوديت اكسترن. لوديت انترن كيديرها واحد لا بيرسون اللي هو انترن على لانتربريز، بالنسبه لوديت اكسترن كيديرها واحد لا بيرسون اللي هو اكسترن على لانتربريز. سا مارش. نشوفوا دابا لوديت دو كونفورميتي، يعني ملي كنقول كونفورميتي يعني خاصها نكونو كونفيرمي بارابور واحد الحاجة، كيكون عندي واحد الكاركتر، واحد الكاركتر خاصني نكون عندي هداك لو كاركتر. يعني شنو هو لوديت دو كونفورميتي؟ أبور أوبجيكتيف دو ديتيرميني سي أون أونتيتي أجي أون أكور، كتوافق مع واحد الحاجة أفيك لي بروسيدور أو لي ريكلومونتاسيون إتابلي بار أون أوتوريتي أنترن تلك لا ديريكسيون. مثلا ديريكسيون عطات لك هو لو بروسيدور اللي خاصك ديرو، ولا شنو هما لي ريغلومونطاسيون اللي خاصهم يدارو. من بعد كندولو نشوفو لوديت واش هاد لي ريغلومونطاسيون كيدارو، واش هاد لي ريغلومونطاسيون كيدارو، واش هاد لي بروسيدور كيدار. سا مارش. ولا اكسترن، ولا هاد لي حط هاد الحوايج هما اكسترن. تلكو اون اورغانيزم دو نورماليزاسيون، زعما لي نورم انترناسيونال كاليتي دي زو، كلكم كتسمعوا ايزو ايزو ايزو، يعني لي كاليتي ديال ايزو ايزو 210 220، يعني بزاف ديال الانواع، بزاف ديال لي تيب ديال ايزو اللي كاينين. يعني كنشوفوا واش الشركه عندها واحد المميزات ديال هذيك لا كاليتي. سامارش. يعني لوديت دو كونفورميتي. وكاين عندنا لوديت فينانسي اي لوديت اوبيراسيونيل. شنو هو الفرق ما بين لوديت فينانسي و لوديت اوبيراسيونيل؟ نبداو لوديت فينانسي، هو اوبينيون سور لي ستات سانتيز ولا لي زيتا فينونسيير. يعني كناخدو لا كونطابيليتي ديال الشركه، ملي كنهضرو على لوديت فينونسي اي كونطابل يعني كنهضرو على لا كونطابيليتي، يعني كناخدو لا كونطابيليتي ونشوفو لوديتور دوا اسوري لا رياليتي اي لا كاليتي دو لانفورماسيون كونتينو دو لي زيتا فينونسيير. يعني كناخدو لا كونطابيليتي نحاولو نشوفو واش هي هاديك، واش مريقله مزيان، واش مفيهاش اخطاء، واش مفيهاش دي زانومالي، واش مفيهاش لو فخود. يعني هادي كنهضرو على لوديت كونطابل اي فينونسي. سا مارش. هنا لوبجيكتيف donner un avis de la sécurité, sincérité et la régularité. Mais dit quand on la sincérité, il y a nous la comptabilité d'avoir la personne de bon foi. Je me brache roche. Yani حيت la comptabilité il y a sensible بزاف. La comptabilité est sensible بزاف. Yani quand je vois واش كاينه la sincérité واش la personne qui dans la comptabilité a droit de bon foi, ma brache roche.
باش يدير لا فرود سا ماش. واش كاينه لا ريغولاريتي، يعني واش هذيك لا كونطابيليتي محترمه لي برينسيپ كونطابل، مثلا لي سيت برينسيپ كونطابل، لا سيباراسيون دي زيكزيرسيس، لو كلارتي، مثلا لا بارتي دوبل، كنشوفوا واش هاد جميع هاد لي برينسيپ محترمين، واش جميع لي بياس جوستيفيكاتيف كاينين، كل فوند واش كاين لا فاكتور ديالها، كل اشا واش كاين لا فاكتور ديالها، لو ريلوفي بانكير واش كاين، يعني كنشوفوا لا ريغولاريتي ديال هاد لا كونطابيليتي لي دوكومون فينونسيير اسوري اون ريسبي دو دووا فوندامونتو دي زانفيستيسيون اي دي تيير اي دي تيير. يعني ملي كنقولوا ان هاد لا كونطابيليتي راه مزيانه راه بينيفيسيير بالنسبه لهذوك لو تيير، هذوك البيرسون اللي دار لانفيستيسمون في هذيك الشركه. المهم اشنا هي لوديت كونطابل فينونسي؟ هو كنجيبوا لا كونطابيليتي ديال لا سوسيتي، كنحاولوا نديروا لها تدقيق باش نشوفوا واش كاينه فيها لا سانسيريتي، يعني واش البيرسون اللي دار لا كونطابيليتي اون بون فوا، يعني عنده ما بغاش يغش، واش كاينه لا ريغولاريتي في لا كونطابيليتي سا ماش، واش كاينه لا فيابيليتي. اوكي بالنسبه لوديت اوبيراسيونيل، هي لوديت ديال اي فونكسيون من غير لا كونطابيليتي، لوديت ديال اي فونكسيون من غير لا كونطابيليتي. Il s'agit alors de la contrôle de l'information à tous les niveaux, non seulement de l'un point de vue comptable et financier. Yani ay audit kanadro liha men ghir l'audit comptable et financier katsma comptable afin katsma audit opérationnel, mais de l'on approche globale des différentes fonctions de l'entreprise. Ça marche? Achna l'objectif, l'objectif est apprécier la performance des fonctions de l'entreprise. On peut alors parler le temps d'audit qui est bizarre et noir des audits à la seule la date des fonctions et les canines avec l'entreprise. Les exemples, il y a les audits opérationnels et les canines qui n'ont audit marketing. Il y a maintenant la marketing à la fin de la journée comme de l'audit maintenant. Maintenant, il y a la marketing mix, il y a les 4P ou la ou la les 7P. Ça marche? كنشوفوا واش هاد لي 4 بي محتارمين في واحد ليتود دو مارشي، وكنشوفوا ملي كناخدو ماركتين ديال هاد لي كاسوسيتي، وكنشوفوا واش محتارمين لي ريغل لي كاينين في لا ماركتين. لوديت دو كاليتي مثلا كنشوف هاديك لي كاليتي ايزو، لا كاليتي شي حاجه كنشوفوا واش حنا كونفورمي لهاد لا كاليتي. لوديت انفورماتيك، يعني دابا ملي كنهضروا على انفورماتيك في ليكونومي في لا جيستيون، هي واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، يعني ملي شركه مثلا كيكون عندها واحد اللوجيسيال ديالها كتخدم بيها، اول حاجه خاص يكون في هذاك اللوجيسيال هو خاص يكون سيكوريزي، يعني خاص يكون مامن، خاص لي زانفورماسيون ديال الشركه ما يخرجوش على برا. يعني نقدروا نديروا له لوديت نشوفوا هذا السيستم د انفورماسيون اللي كاين عند الشركه واش عنده، واش مسيكوريزي ولا لا. يعني انا ماشي نجيب واحد الكونطابل يشوف لينا لوديت انفورماتيك، غادي نجيبو دي واحد بنادم اللي هو بروفيسيونيل اللي عنده ليكسبيريونس في انفورماتيك باش يشوف لينا السيستم د انفورماتيك اللي كاين في لانتربريز. لوديت دو برودكسيون مثلا لي برودكسيون كاين فيها لي كو، كاين بزاف ديال الحوايج، نجيب واحد لوديتور يشوف لينا شحال كناخدو ديال لو كو، شحال كنديرو هادشي، يعني كنشوفو كنديرو واحد لوديت لهاديك لي فونكسيون ديال لا برودكسيون. لوديت دو ريسورس مال اللي كتسمى لوديت سوسيال، وكاين لوديت فيسكال، يعني كاين لوديت ايكولوجيك، يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال لوديت اللي نقدر نهضرو عليهم. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا تيبولوجي دوديت، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي باش نشوفو لاكس الثاني اللي هو غادي نهضرو ان شاء الله، نبداو نشوفو لوديت كونطابل اي فينونسي. وبون كوراج، الله يعاونكم. Thank you.